إلى ذلك، يواصل رجال الدفاع المدني جهودهم في موقع المبنى السكني الذي انهار مساء أمس إثر تسرب في إحدى أسطوانات الغاز أدى إلى انفجار نتج عنه انهيار المبنى الواقع في منطقة السلمانية والمكون من طابقين، حيث يتم حاليا تأمين كامل للمنطقة والتأكد من سلامة المباني المحيطة بالموقع والتي تضررت بعضها، وكذلك عدد من المركبات في أعقاب وقوع الحادث، فيما بلغت الحصيلة النهائية لحالات الوفاة 4 حالات، بينما لا يزال عدد من المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات وتراوحت إصابتهم بين المتوسطة والبلغة. حول هذا الحادث الأليم معنا عبر الهاتف المقدم الركن محمد خليفة البنغدير، رئيس شعبة التخطيط والتطوير بالإدارة العامة للدفاع المدني، بعد التحية. أهلا وسهلا. طبعا أعمال البحث والإنقاذ في موقع الحادث هل انتهت تماما، وما هي الإجراءات التي قام بها الدفاع المدني في الموقع؟ في الحقيقة بالنسبة طبعا للسؤال الأول، طبعا ما يعني ما زالت الحقيقة العملية مستمرة في إزاحة الألقاب، ويعني مثل ما تعرفون أن هذه نوعية الحوادث تحتاج إلى تعامل جدا دقيق، نعم، من حيث يعني تأمين المنطقة أو حتى كذلك البيئة المحيطة. وطبعا مثل ما تعرفون ان هذه نوعية من الحوادث تحتاج الى طبعا عمل تكاملي بشكل اكبر. طبعا حاليا احنا يعني ما زالت العملية مستمرة في ازاحة الانقاض بالتنسيق مع المكونات الامنية الاخرى. وطبعا مثل ما انا تفضلت واسلفت في البداية ان هذه النوعية من الحوادث تحتاج الى تعامل دقيق وتحتاج الى وقت، لان في العامل الاول هو سلامة الافراد والضباط او الاشخاص اللي موجودين قاعدين حاليا في رفع الانقاض في موقع الحادث. نعم تفضل. طبعا بالنسبه لي طبعا اللي هي الشق الثاني من السؤال، حاليا مثل ما انا تفضلت العمليه مستمره، حاليا قاعدين احنا نامن، اهم شيء نامن المنطقه بالتنسيق مع المكونات الاخرى. رفع الأنقاض موجودة لحد الآن مستمرة، التنسيق مع المكونات الأخرى لضمان سلامة الموقع. نعم، إذن لو نتحدث عن اشتراطات السلامة طبعا المتعلقة بتوصيلات الغاز، ما هي أبرز يعني نصائح الدفاع المدني في هذا المجال لكل مواطن ومقيم، وخاصة بأن سبب هذا الحادث الأليم كان انفجار أسطوانة الغاز؟ طبعا هذه النوعية من الحوادث أو اللي هي اشتراطة السلامة اللي طبعا تتعلق بأسطوانة الغاز، يعني احنا ندعو المقيمين طبعا المواطنين المقيمين بأخذ الحيطة والحذر وضرورة الالتزامات باشتراطات السلامة العامة، يعني فيما يتعلق خاصة بتوصيلات الغاز، يعني حرصا على السلامة للجميع. نعم، طبعا المقدم الركن محمد خليفة البنغدير، رئيس شعبة التخطيط والتطوير بالإدارة العامة للدفاع المدني، شكرا جزيلا لك.